مساء الخير. أعادني هذا الكلام سنوات إلى الوراء، طبعا لن أقول كم سنة يعني، لكن مش أقل من نصف قرن يعني. أنا سأتم الحكاية في الحقيقة، يعني كيف حدثت هذه الحكاية كما رواها، ولكنها لم تروى كاملة، في جزئية كثير مهمة في العلاقة مع اللغة العربية. أعرفوا أنا من جيل كانت اللغة العربية طبعا ممنوعة ولا تدرس، وموجودة مدرسة صغيرة يعني كومينات تدرس باللغة الفرنسية، وبالمقابل موجود كما روى العزيز قبل قليل الإمكانية الوحيدة لتعلم اللغة العربية هي المرور عبر المدرسة القرآنية، وأنا مررت عبر هذه المدرسة القرآنية ودرست فيها طبعا وتعلمت وبدأت أكتب قليلا. كنا نذهب صباحا الساعة 5:30 6:00، تخيلوا الشخص يعني يقطع حوالي أكثر من 1.5 كيلومتر فقط حتى يوصل المدرسة القرآنية، خصوصا في فصل الشتاء. أنا هذاك ما قدرش ننساه مستحيل، لأنه هي جزء من لحم الإنسان، يعني تروح والبرد والنصفك عاري على مقطعة، السروال مقطع في جوانب كثيرة ونصير، ومع ذلك فيه إحساس بأن المنقذ الأساسي هناك كما روات الجدة وكما رأت هي. يعني أنا دائما أقول عنها أنها هي المعلم الأول صراحة في الحكاية وفي الرواية وفي القصة وفي كل شيء، صيغة صحيح. يعني لولاها ما توجهت لا حول اللغة العربية ولا حول القصص الذي كانت ترويه. لا تعرفوا الله يرحمه ويوسع عليها، احنا نقول حنا في الغرب المقصود به الجدة، يعني حنا فاطمة كانت عندما تروي القصص لا تروي القصص منفصلة، هي تروي القصة مندمجة في القصة، يعني مثل حكوات، يعني مثل رجل المسرح بالإشارات باليد. والله مرة وهي تحكي على الجد، هذا كان اسمه الروخو، الروخو سلوغوج بالإسبانية الأحمر، تقول أن كان اسمها الروخو، وها كيف كان يلبس أما موندوني في لحظة من اللحظات، وأنا أفكر بعد ما تكون الإنسان ثقافيا عفوا وتعلمت، الله يجلو هو ينفذ دموه أما تدور، يعني أما تدور هذا مسارع ثيران، كيف يلبس وكيف أن اللبس تاعه مسلك هنايا رائع وأحزمة وألوان حقيقة. ولكن هي طبعا هذا مخيال، هذه عملية تخيلية أنتجت ذلك، لكن هذه العملية التخيلية فيها قصة جذر حقيقي. واش كانت تقول؟ وزينب كانت معي يعني فيما بعد، يعني لما مشينا شوية في الحكاية كانت تقول جدك في غرناطة كانت عنده مكتبة كبيرة، وعندما دخل النصرانيون كما تقول، يعني طبعا قصد المسيحيين يعني في ذلك الوقت، عملية الاسترداد التي لا ريكونكيستا التي حدثت في إسبانيا، تقول أنه جات خادمة اسمها عبدة وجبت له قطعة خشب وقالت له أرمي نفسك في البحر وستجد نفسك في العدوى الأخرى، غمض عينيك يعني، وهي مؤمنة بما كانت تقول يعني، وتقول غمض عينيه في غرناطة ورمى نفسه في البحر. هذاك لوطون غرناطة ما فيهاش بحر، يعني لكان رمى روحه دوزي ميتاج ما راح يتكسر، يعني ما فيش غرناطة ما فيهاش بحر. الأماكن اللي قريبة من البحر هي أماكن مثل ألميريا، أولا وهي ألميريا تحديدا اللي كانوا ينقلوا فيها الناس ويروحوا للعدوى الأخرى يعني. وشوف في واحد الميناء صغير موجود في اسمه سيدي يوشع، اللي بالمنطقة يعرفوا مليح المكان هذاك، سيدنا يوشع طبعا هو نبي يهودي، ولكن في وعي الناس يظنوا بأن المدفن تبع سيدنا يوشع هناك، طبعا سيدنا يوشع مش هناك يعني نهائيا، ولكن هو دلالة رمزية على أساس أن المهجرين كانوا من اليهود والمسلمين. تعرفوا أن لما بدأت عملية التهجير
انت تعرف الملوك الكاثوليك بالضبط اليهود والمسلمين اللي جاءوا القصبة، اللي جاءوا المدن الجزائرية مثلا تلمسان قسنطينة إلى آخره، كانوا دائما اثنين مع بعض في عملية التهجير يعني. فإذا هذه التسمية هذه هي منبعها وجود هذا الأثر سيقولي إذا حبيته. المهم وقال ترمى نفسه جاء واستقر هناك. أنا بالنسبة لي كان بالنسبة لي مجرد خرافات يعني الجدات يعني. واحد النهار نبحث أنا وزينب يعني في الموضوع خمس دقائق طيب سأتوقف يعني شوي وقاعدين نبحث في الـ في الـ في, الـ في الكتاب، وجدنا أن في ذلك الكتاب يحكي على الترحيل الأندلسيين عن طريق السفن، وفي سفينة اسمها أبدا. فعرفت أن ما كان الترويه في الحقيقة ليس خرافة، وأن قطعة الخشب هي السفينة أيضا من ناحية الرمزية. وفعلا لما بدأت أتتبع الترحيل وجدت أن جزء مما كانت تقوله طبعا مع شوية ضبابيات هكذا جانبية، ولكن جوهره كان جوهرا حقيقيا. أعود إلى القصة، أخذ دقيقة أو دقيقتين مادام عندي خمس دقائق مليح يعني. المهم تعلمت القرآن وبدأت أكتب، وكان في خمس نسخ من القرآن الكريم، عشر نسخ من القرآن الكريم. لما تعلم شوية وضعنا في آخر صف، احنا نقول له سيدي يعني هذا الذي يعلمنا، وعنده قصبة طويلة غير اللي يدير فوضى ولا يضربوا للرأس بالقصبة الطويلة برأس القصبة ينبهوا أنه ما وقف من العملية نتاعك هذه. وكنا دائما نتجارى لأخذ النسخ الجيدة. كان فيه نسخة مفروطة شوية، الغلاف منزوع على محتوى الكتاب يعني، ولا واحد يروح لها. في مرة من المرات أنا رحت نحو هذه النسخة، راحوا كل النسخ الجيدة، لأن كان لي يأخذ نسخة يدير حلقة حوله ويبقوا يقرأوا. كان حظي أني خذيت هذه النسخة المقطعة كما يقولوا، وقلت قرآن نفس الشيء فليكون يعني، المحتوى ما راح يتغير. وطبعا كان صعب والله، لأول مرة وأنا أقرأ في هذه النسخة المزقة نحس بأن اللغة العربية كانت تدخل فيها يعني، هاك جزء من كان حركة دم. بديت أقرأ، عجبني الكتاب، فكرت فيما يفكر فيه كل عاشق أن أسرق الكتاب. يعني العاشق يفكر سرق أنه يسرق قلب حبيبته، فأنا سرقت الكتاب ورحت به يعني. وسيدي هذاك عمره لو وقفني كي نجي خارج المرة هذيك، سبحان الله قال لي روحنا، وأنا أحمر وكان وجهي شوية أبيض وهيك، الدم طلع لي في المخ ووجهي صار رح أنفجر. يا حشومة لو كان طلبت منه الكتاب كان أعطاه لي يعني، ليش أنا سارقه وكذا. المهم سرقته، قال لي روحنا أعطيني راسك تشوف والكتاب راهو هنايا محضون خايف غيرته. تلمس راسي وجدوا يمكن درجة الحرارة كانت شي 40 درجة ولا. قال لي روح كل ما قدر لك شوية زعتر وشوية نوخة وشوية هذا وراح ترتاح إن شاء الله. قلت له شكرا. ثم وأنا نجري حتى وصلت للبيت مباشرة، أنا بيت عربي الحسيرة موجودة دائما، فتمددت فوق الحسيرة وبديت نقرأ في الكتاب هذاك. ومن ذلك اليوم ما طلقش الكتاب، إلى أن إحنا في الحدود المغربية الجزائرية طبعا، جاء واحد النهار واحد من الأهل، لأن نسبة من العائلة بقت في المغرب، واحد من العائلة جاء البلاد وليد عمتي، قالت له شوف الوحيد في العائلة اللي فعلا سمع لي وتبع اللغة العربية ويقرأها وما يطلقش القرآن الكريم يده هو وليدي وسيم. أجا عندي هذاك يشوف، طبعا العائلة قالت الجدة قالت هذا الكلام وراحت. بعد قال لي أعطيني دابا نشوف هذا الكتاب اللي تقرأ فيه، قلت له القرآن الكريم. فشاف الكتاب بعد بقى يضحك، قلت هذا السيد واش بيه يعني يضحك على القرآن يعني، عيب هذا ما يصيرش يعني. بعد قال لي قرب هنا، قرب الطريقة المغربية هذيك، قرب دابا قرب. قربت عنده قال لي الحمار هذا ماشي قرآن، هذه ألف ليلة وليلة. وفعلا أنا لا أدري إلى اليوم مين اللي وضع هذاك الكتاب في هذاك الزاوية هذيك حقيقة، وأعتقد هذاك الكتاب هو اللي فلسني شوية، هو اللي اداني الكتابة يعني.
طبعا بقيت محافظ على العلاقة مع القرآن الكريم، ولكن حرفت نحو الكتابة، نحو الإبداع، نحو شوية حرية في اللغة العربية إلى آخره. شكرا لكم.